سلام الخوت، كلا هذا راكم عارفين القواعدات، وقبل ما تطبقوهم بغيت نقول لكم باللي راه مبادرات خروف العيد مازال متواصلة. الحمد لله وصلنا لمبلغ مهم في ظرف وجيز اللي غيقدر يخلينا نشريو الضحيات لثلاثة الأسر تقريبا. شكرا لكم بزاف اخوتي لتفاعلكم مع هذه المبادرة لي أجرها إن شاء الله غيكون في ميزان حسناتكم. كنت عارف بلي عندي ولاد الخير في الشين، اللي بغى مازال يساهم راه كل شي في لافيش، واللي ما عدوش راه البارتاج فابور، راه الدال على الخير كفاعله أخوتي. هذا ما كان، ودابا راكم عارفين القواعدات، كوانو الكيتو السينتا والظلام. نبداو. ملي كتعطيك الدنيا شي كروشي كتعطيه لوالديك الكرش، بحال هاد الكروشي اللي عطاتني دابا. ملي كتزويك شي زويه بحال هادي راه كيبقاو عندك جوج ديال لي شوا، يا تهز الدقه وتكمدها حياتك كلها وتحاول تعيش عادي واخا الدقه وصلات لك العظم، هذا الاختيار الاول. اما الاختيار الثاني راه هو اللي اختاريت انا، العين بالعين والسن بالسن، واللي بدا هو اللي ضال. الخوت والله لا بقات فيهم بالله. الاختيار الثاني اللي هو الانتقام، هاد الاختيار الخوت ملي كتاكل شي دقه من عند شي حد الا خلات لك داك الشهد اللي غتجيب من موراها، فراه غالبا كيختار بنادم هاد الاختيار. وكاين اللي كتجي مسكين شي دقه ما كتخليش له الجهد شي حاجه سميتها انتقام. من هنا بدات حياه جديده، الزمان عطاني دقه صراحه كتقتل، والله حتى كتقتل. ولكن كيقولوا الدقه اللي ما كتقوي كتقتل، ولا اللي كتقوي ما كت... هادشي يتخربيق الخوت. الدقه اللي جات فيا والله حتى كتقتل، ولكن ربي غيكتب لي عمر جديد، ماشي باش ننتقم، حاشا ولله. واش ربي يبغي هادشي؟ ربي عمر وصاك باش تنتقم، حيت كيقول لك فوض امرك عبدي ليا. ولكن انا راني غي بشر ما قدرت، راه الا ما درت شي ردة فعل راه غادي تجي غير في صحتي انا. الزمان لعب بيا باللي بقى لي في حياتي، وتا انا ما نكذبش عليكم لقيت هاد السكه مخرجاني. داوني لواحد السبيطار خاص بالامراض النفسيه والعقليه، حيت شافوني بديت كندخل ونخرج ونخيط بشي حوايج ما عدها خيط في الهضره. المرمى باش كنت كندور شحال هادي تبدلات على اللي كانت، كل مره نسمع كلمه في شكل من الفراميه اللي دايرين بيا. كاين اللي كتبقى فيه وكيقولها فيك زينه، وكاين اللي كيطلق هضره كيزيد يحك بها على الدبره. سمعت واحد جوج فرمليات كانوا شادين فيا الهضره، وحدة منهم قالت لصاحبتها أدخونا هذا في شكال بالو ديما شارد وما عدوش مع بنادم، ديما عازل راسو من بنادم
راه عدو أصعب حالات اكتئاب شتها في حياتي، وزيد عليها جانا قاع مغيز ومضروب، عينو اليسرية راه محال واش كيشوف بيها، ورجليه اليسرية كيصعب عليه يتمشى عليها. واللي غريب في هاد الشي كامل هو أنه مانع على راسو الزيارة، راه اللي جا عدو يجري عليه ويقول لي سير في حالك، ما بغى يشوف حد. واللي غريب في هاد الشي كامل هو أنه كيقبل زيارة وحدة من عد واحد الشخص. واللي زاد الطين بلا هو أنه هاد السيد اللي كيدخل عدو تهوى ديما كيخبي وجهه، تهوى غريب الطوار. هاد الغريب هذا كيدخل عدو كل ثلاثة ولا أربع وكيبقى معاه ربع ساعة. واللي زاد الغرابة ديال هاد الشي هو أنه ملي كيدخل عدو ما كيتكلمو ما والو، كيبقاو غير يشوفو في بعضياتهم. بديت كنسمع هاد الشي وكنقول فراسي الله يخليها قاعدة، النمامة ما خطاو قدام كان يشدو الهضرة ويطعنو حتى في المريض. قربكو عدي شي جهد لهادو كون زفيت بيهم من الشرجم، الله تنجيبكم محبل وبونت في الفراش من الطروازيان يعني. وديك الساعة سيري لهيه وكملي حديتك. سمعت التعييت وشفت التعييت وانا نقول مع راسي هاي اللي تنتاش بيتي الزمر، خلي بنادم يهضر. اوتي قلت ما يدار وصافي، تا هما راه كيدورو كيتسركلو في هاد السبيطار. هاد الوقت كله وانا كنفكر في بلان واحد، كيفاش ندير نهرب من هاد السبيطار قبل ما يهربوا لي البيروش اللي في راسي. السرحه اللي بقيت سارح بقات 12 خيوطها على الخمسة، خمسة د العشية، حيت ملي كتوصل هاد الوقيتة فرملية كتجيب لي العشاء، وهادي هي الفرصة فين ندير شي موتى حمار. ملي الفرملية غتخلع وغتمشي عند الطبيب بلا ما تشعر وتخلي الباب مفتوح وراها، وهنا فين خصني نضرب ضربتي، نضربها بتعليقة. وهاد الشي اللي وقع اخوتي بالحرف، ملي شافتني طايح وسخفان كنت كنشوف غير بنص عين، خرجت كتجري ومشات عند الطبيب، وتا انا خرجت كنجري وقصت الباب. خليت ورايا السطاع والغوت وما عرفتش الصراحه شنو وقع من بعد. من هنا غتبدا الطريق ديال الانتقام من هاد الكلاب الفاسدين. غادي في الطريق وكنقول كيفاش غندير نقتل الزمر وانا مريض من رجلي، وزيد عليها حتى العمال اللي مشير عليا في العين اليسرية بقات فيا غير النفس الحارة اللي صحيحة. واش كافياني باش نحقق العدالة؟ بقى عقلي شارد وكيفكر وانا دايز من حدا واحد المكتبة اللي بان لي فيها واحد الكتاب اللي العنوان ديالو كيجبد شي حد اللي في الحالة بحال حالتي، علم التشريح. بقيت كنشوف في الغلاف الكتاب وعقلي صارح على المنهجية اللي غايسلكها مع هاد العلم. شعلات بولا في راسي المظلم وبداو كيبانوا لي خيوط الانتقام اللي يقدر يكونوا بأبشع الطرق، هاد الطرق اللي نقدر نرد بها حقي، ومن فوق هاد الشي نقدر ندخل للتاريخ من وسع بوابه في علم الإجرام. بهاد الكتاب هذا نقدر نحط شي منهجية ديال الإجرام اللي يقدر أي واحد يطبقها سواء صحيح ولا مريض. بديت كنشوف وانا نضرب يدي في جيبي ولقيت شي باركه كان مخليها لي نسيبي،
مشيت ديريكت دخلت لديك المكتبة، خديت داك الكتاب وكتوب آخرين كانوا مختصين في علم التشريح. من بعد تركت معايا الفارماسيان اللي خديت منه واحد الدواء اللي تذكر في واحد الكتاب من هاد الكتوبة اللي كنت كان قرأ فيه وانا غادي في الطريق. الضابط لطفي ملي يلاه تخرج من كلية الشرطة كان باقي جون، كان باقي عقليته نقية ومشبعة بداكشي اللي قراولو. كان الحلم ديالو الاول هو يتزوج، داكشي اللي كان ملي تخرج ضربها بتزويجة ورزق الله بوليدات. كان ضابط بحقه حقيقي، مثال اي رجل سلطة. كان الشعار ديالو هو العدالة فوق كل شيء. كان ما عدوش الفرق بين الظالم والمظلوم، الا كنتي مظلوم راه كيسعى وراك حتى يجيب ليك حقك، اما الا كنتي ظالم فراه غيخبر يماك حتى تبقى غير سميتك جاي لاف خواطر الناس اللي ظلمتيهم. كان اخوتي هذا هو ضابط لطفي ملي كان صغير، ولكن العقليات تبدلات ملي ضاق فلوس الرشوة اللي دنسات ليه خلاقه، الشي اللي خلاه يولي واحد من بين الكلاب اللي تكرفصوا ليه على حياتي. وجا النهار اللي خصو يخلص، اليوم بالضبط خبر العميد عمر لطفي وقال له بلا ما تجي اليوم طال الصباح وتكون عدي بكري في البيرو. لطفي فكر مزيان وقال ما عدي لاش نمشي للدار، أرى نمشي غير البرتمان اللي كاينه هنا في المدينة، البرتمان خوتي اللي كنت كان ساينو فيها. صراحة ما عرفتش أنا هادشي باللي غيجي ليها وش من وقت، ولكن ملي قررت باللي خصني نبدا بيه سولت عليه وعرفتو باللي كيعمر هاد القنت هاد البرتمان. خونا دخل مش هادير يكتب بالت واحد المرايا، خرجت ليه من واحد الكوان وانا نزل عليه بواحد الضربة فوق راسه بواحد الهراوة، جابتو حبل وبونت ضرباتو الفيقة وبدا كيرد الحداد وشنو وقع. ولاني كان لوكور ديالو مبنج، ماشي بالبنج ولكن بالنعاس، هذا المفعول ديال الدواء دار خدمتو نعسو وحيد له الجهد اللي كان غيقاومني بيه. راكم عارفين الخوت راه ما عندي صحه اللي غادي ندخل تخليني ندخل معاه في شي حاجه فيها القوه، واش النملكه تقارن بفيل؟ ولكن الا دخلتي وفصلتي في الكلمه ديال النمله وفيل غتلقى باللي النمله تاع اربع هاد الحروف، اما الفيل انتو غي ثلاثة. هنا غاد فهم باللي راه ماشي القوة والصحة هي كل شي، راه العقل ابا لطفي. سمعتيني؟ واش سمعتيني ولا نعود ليك عاد الشي بلي ديطاي؟ ما فيها بس انا نعود ليك، ما عدي ما يدار اليوم. اسمع السي لطفي، هاد النعاس هذا جاي من المورفين اللي كي يسري ليك في ذات، حيت راني ما قد ذلك. المورفين دار خدمته وغيخليك خاتم بين يدي ندير في تعصيلتك ما بغيت. هنا عيني بداو كيدورو في بلاصتو، تخلع بدا كيقول لي شكون انت بعدا؟ ما جاوبتوش في هاد اللحظه، خليته يشوف شنو جرالي. وقفت وبقيت غادي قدامه غير على رجل وحدة والاخرى غير جارة. ملي ضربت قدامه تك درت بحال دوك صحاب عرض الازياء باش لعل وعسى يتفكرني زعما. هنا ما عرفتوش ما تفكرنيش ولا داير راسو ما مفكرنيش. هنا نطقت وبتلو سمع لطفي،
أنا هو آدم محمد عبد الرحمن، وجيتك اليوم بصيفة قباد الرواح. في البلاصة أخوتي تبتلو له القريماس دوجو، بدا كيترعد ويتكلبن عليا باش نعفو عليه. قلت له بلا ما تزيد على راسك شقال الكلام، راني غندير في امك اللي بغيت اليوم، غير خلي لي ديك الدات ترتاح شوية بين ما نفكر شنو ندير. فهاد اللحظة بالضبط حكالي قصتو كلها باش نحن عليه. من بعد ما سالا قلت له شتي هاد الخبير كامل اللي خبرتيه عليا؟ ما غينسينيش في مرتي الباتول اللي اغتصبتوها قبالت عينيا وكملتوها بفعلكم الشنيع ملي ديتو الكسيده ديالها ولحتوها في بركاصه. وبنتي نور، بنتي نور اللي ما تغيب الخلعه، وانا نسيتي شنو درتو فيا عندكم؟ دوزتوني اولاد الكلاب من عين البرا. والمشكل هو انكم كنتو عارفين باللي راني مظلوم. فين هو القسام اللي اديتي النهار الاول ملي كنتي غتخرج؟ نسيتي باللي هزيتي يديك وقسمتي باش تحقق العداله؟ سكتا الكلب وخليني نوريك العلم اللي درستو بسبابكم. هاد العلم خاص غير للناس اللي بحالكم، عطيتو عنوان باسم علم تاك الزارت. غنشرح لك دابا الكلب كيفاش تقدر تفصل بنادم وتقزرو من راسو حتى لرجليه وهو كيشوف فيك. العلم الاول خاص غير بالدوايات، المورفين كتعرفو ياك، ماشي الرابور، المورفين الدواء. هو راه صعيب تاخذو من الفرماسيان وما كاينش، ما تلقاش، كياخذو غير السبيطارات. ولكن بالفضل ديال علم تاك الزارت يمكن لي نكون خلطه من المورفين غير بالدوايات اللي كاينه في الفرماسيا. الحمد لله هذا الشيء صدق ومشى كيف ما بغيت، والنتيجه هي قدامك. انت شوف راسك واش تقدر تحرك. دابا راه لوكور ديالك ميت بالناس وما قادر تحرك لا يديك لا رجليك. اما العلم الثاني هو اللي غنجربوه في خليقتك دابا، رد بالك مزيان وحل ودنيك. هاد المسمار كتشوفو ياك هذا اللي هز في يدي دابا، غندخلو لك في الطبل ودنيك اليسريه حتى يتقب، وما غادي تحس بوالو غير كونان. قربت العدو بداو عينيه كيقطرو بشي دميعات. شديت له راسو وهزيت المسمار وانا نطرقو له في ودنو، ودست ليه اللود الاخرى وطرقت له فيها مسمار اخر، حشيتهم ليه بجوج في ودني. وهنا بدا الدم كيفيض. بديت كنشوف فيه، قلت له اش كاين؟ ياك ما حسيتي بوالو؟ هاد الشي صدق الخوت، خونا ما حس بوالو. نسيت كاع واش ما يقدرش اصلا يجاوبني حيتاش سماك دابا، ولكن بلا ما تجاوب غير من داتك راه باينه باللي راه ما حسيتي بوالو. دابا غندوز معاك العلم الثالث ديال كيفاش خصني نحيد لك العين من بلاصتها وبلا ما تحس بالتالعبه. وما تخافش هاد الشي راه غيكون غير بالمعيلقه. كنسى والله تكنسى واش ما بقيتيش كتسمع الكلب. هزيت واحد المعلقة وبديت كندخلها له من عينه بالجنب وكندور شوية بشوية حتى خرجتها لعدي. طبقت نفس الأوبيراسيون في العين الثانية، بديت كندور المعلقة حتى خرجت العين كاملة لعدي. هنا غادي نصل دوك الخيوطة ولا دوك العروق اللي شادين العين، قطعتهم وهزيت العينين ديالو في يديا وحطيتهم في واحد الطبصيل قبالته. وانا نقول له دابا ما بقيتي تسمع، ما بقيتي تشوف.
شتي شحال صعيبه يطفي لك شي واحد حياتك، تولي ظلام في ظلام، وراه كادرتو ليا ملي ظلمتوني. وما فيها باس تحس قبل ما تموت باللي راك واحد الظالم كبير. اما دابا فراجات لوبيراسيون الرابعة، هاد لوبيراسيون خاصة باللسان، خصك تعرف باللي راه يمكن ليا نقلع لسانك من الجدر من اللي بالحوحة وغير بالفرشيط والموس. والله غير سمح لي وصافي، راه ما عديش فلوس باش نشري ماتاريال، كنقضي ونعدي غير بهذا الشيء اللي عدي. رد بالك معايا مزيان من اللي غادي ننفذو هاد لوبيراسيون. شديت فرشيطة حليت له فمو وانا نرشقها في لسانه، جبدتو لعدي تبان لي الجدر ديالو. اما اليد الثانية فارا شادة الموس، تحركات بلا ما نامرها، زاد داك الموس وهي تقطعو من الجدر، تبدا الدم كيطوش. حطيت اللسان مع العينين في الطبصيل، شفت فيه واحد الشوفة بان لي بلي راه كيحتضر وراه في اللحظة الأخرى في عمرو. خليتوه زيد داك الطبصيل وديته معايا للكوزينة، شعلت البوطة ودرت واحد الكاسرونة يطيب فيها الماء، ولحت فيها داك اللسان ودوك العينين. جلست شوية وانا نطفي عليهم، تسنيتهم حتى بردوا وانا نديرهم في طبصيل، دردرت عليهم شوية ديال الملحة والكامون، رجعت لعدو وبديت بالعين شديتها وانا نديرها في فمي وبديت كندغ فيها. خونا الفض نفاسو للخرة، الصراحة بقى فيا الحال مات قبل ما نسالي هاد البلا. قدر نبان ليكم صوفاج ولا شي حاجة فحال ما هكا، ولكن اخوتي حسيت بواحد البنا مالها مثيل، حسيت بواحد الراحة نفسية، وحسيت بمرتي الباتول وبنتي نور مجموعين وكيشوفوا فيا وكيضحكوا من هاد الشي اللي درت لهاد الكلب. الله على راحة اللي شي عام ونص دابا ما حسيت بحالها، نسيت راسي الخوت والوقت كادوز، في اي لحظة يقدر يجي شي حد لعند هاد الكلب. قبل ما نضي ماري قطعت له صبعو الصغير ومشيت كتبت بدمه في واحد المرايا عدو تما، ما كان سمع ما كان شوف ما كان تكلم. من بعد ما ساليت خرجت وانا نطرق الباب ورايا، من اللي شرقات الشمس وطلع الصباح كان هاد النهار مالو متيل، نهار كبير تاع الصحافة اللي غادي تزهر اليوم وغادي تقدر تحقق أكبر عدد من المبيعات للجرائد ديالها. ملي لطفي ما جاش لخدمته، خصوصا أنه كان مرنضف مع العميد، العميد عمر اللي تصل به، وملي ما جاوبش مشى عدو لدارو تما غيلقى الجوقة حدا الدار، كاين اللي بكي من هو المنظر اللي شاف، وكاين اللي مخلوع، كل واحد والحالة النفسية فاش كاين. الحكم سيفلا وبدات المقابلة عدي، يعني يا اخوتي عادي هي بدايتي بهاد الكلاب، هذا الاول منكم مشى ارى الاخر، غير صبر مولا نوبة، راه لا زربة على صلاح، النوبة جاياك. العميد عمر درم في الناس ودخل للدار، لقى كرسي متوسط في المرح وعليه الضابط لطفي حال فمو وكله كيتزرزر بالدمايات، مربوط بقنب غليظة وعينيه ما كاينينش بلاصتهم. هز عينيه هو يشوف الميساج اللي خليت ليه، ما كان سمع ما كان شوف ما كان تكلم، الكتبة اللي كانت دامية بدم لطفي، واللي استغرب ليه العميد عمر هو انه كاع المرايات اللي كاينين في الدار مهرسين من غير هذيك فاش خليت له الميساج. جاو الناس ديال مسرح الجريمه كوغطو الجده وداوها،
المخابرات بدات دير خدمتها، واللي اكتشفوا من بعد ان القاتل اللي قتل لطفي طيب العينين واللسان وكلاهم على راحته. بعيد على هذا الشيء كانوا الناس في الحي فاش كنت ساكن بداو كيطلقوا اشاعات باللي الدار اللي كنت ساكن فيها راها مسكونه، وباللي كيشوفوا ديما بالليل واحد الضو شاعل، وباللي راه شي نهار سمعوا شي حد كيبكي تما كاين. كتر القيل والقال على داري، الشي اللي خلا ساندي كيجيب الطوبل ديال الساروت ويحل الدار وما لقى حتى لعبه. الناس ديال الحي بداو كيتعجبوا ويستغربوا لهذا الشي اللي كيوقع، هما على بالهم باللي الباتول ونور ماتوا وانا راني في السبيطار. عاد ستول الكلام رفع عليا الشبهة وخليت الساكن يحس بالمسكون. الكلام كيتقال والعقل كياكتيفي داكشي اللي تكاموفلات بيه الوقت. زوين تكون حي ميت حيت ما كيسول فيك حد مازال. اما اللي زاد زين القضية هو انك كترحم في الدنيا قبل الاخرة. البارح الكلب ديال الضابط لطفي، اما اليوم فراه نوبة عمر. تهو واحد من الطنوقة اللي كانوا سبب في الأدية ديالي، الخبيرة ديال الأول اللي صفيتها له انتشرت في البلاد، داكشي اللي خلاني نزرب باش نصفيها للتاني. العشية تعاشات وبقيت حاضي الغاشي حتى دخل عمر لدارو. خليت يطيب شوية ديال الناس باش نخدم على راحتي. يسر لي الله ودخلت لدارو بلا موجب شرع، ولكن داكشي كان ميسر سبحان الله. كان عندي واحد الساروت مسميه الساروت السحري، سبحان الله كاع القفوله كيحلو. من بعد ما دخلت مشيت له ديريكت لبيت الناس، اتعرفتو غيكون مكرشخ فيها. ضربت لي طليله خفيفه لقيتو ناعس هو ومرتو. عمرت بيكورة ديال المورفين وانا نرشقها لمرطو بالخف وانا ندوز عند عمر. مشيت حتى لحدا ودنو وانا نقول له هاقباد الرواح راه جاك سي عمر. فاق مدهشر نزلت عليه بواحد الضربة بالزرواطار داتو في كان جريتو وانا نخرجو من البيت. جراحي نايضة في قلبي اللي كل مرة يبكي عليا، اما عقلي فارا كان كيواسي قلبي بهذا الشي اللي كان دير. كان كل مرة كيقول له هذاك القليب غي صبر السيركوي راه كيتصاوب بهذا الفعل اللي كيدير دابا ادم. بلاصيتو بحالو بحال خوه لطفي، درت له نفس لوبيراسيون بالضبط، رشقت له المورفين وبديت كنفصل داكشي اللي غنقصي الليله اللي طيبتو على نار مهيله. كالعاده الملح والكمون داير خدمتو باش يغطي ريحه الزفوريه ديال هاد ولاد الكلاب. جيت قدامو وانا نريح وخليتو حتى فاق. شاف فيا ويلقاني باللي الله قلت بسم الله. بديت كندغ وندورها مزيان فمي قبل ما نبلعها. ملي عمر صحى مزيان شاف فيا ونطق وقال لي واش كون انت؟ واش هاد الشي اللي كدير؟ واش عرفتي راسك معامل ولا شنو؟ فك وتاقي راني غنصيفطك فين التقلاصة. قول غير السلامة الكلب، راني بغيت نشارك معاك الملحة والطعام ولكن ما غاديش تقدر تاكلو، ولكن حنا راه مولفين كنقصيو بعضياتنا من اللي كننمو فيها. انا دابا ما كنديرش هاد القضيه، انا كناكل فيك وانت كتشوف. وهذه هي المعادله اللي اخترعها هاد العبد اللي قبالتك. هبط عينيك بعدا باش تشوف شنو صاري ليك. من اللي دار الشي اللي قلت ليه شداتو الترعيده المرعوده وبدا كيرجف ويتململ فوق الكرسي اللي رابطو فيه.
ما استوعبش الديكور اللي شاف قبالته، القابل اللي رجليه بزوج مفصلين من بلاصتهم ومحطوطين حداه، والقابل اللي شوية ديال الهبرة من صدرو وكرشو يديه بقات بلاصتها غير حفرة. نطقتو قلتلو حمد الله الكلب من اللي ما كتحس بوالو، اما كرة شعلة فيك العافية قبل ما تلقى اللي خلقك، وراني داير فيك خير من اللي قابل على لحمك المعفون، حيت عندك الزهر ما رميتوش للكلاب. شاف فيا شوفت الميت اللي قدام غسالو، هو ينطق وقال لي في صوت حنين ومبحبح، شكون انت؟ جاوبتو ديريكت وقلت له انا ادم محمد عبد الرحمن. هاد السميه غتكون عاقل عليها ياك؟ عاقل على السيد اللي سلبتو له حياته في ليله وحده؟ جاوبني وقال لي مازال عاقل، ومن ديك الساعه وانا مريض في راسي، والله تأنبني ضميري وما لقيتش كيفاش نرد الزمان للور. انا دابا قدامك انتقم كيف ما حبات خاطرك، فوت ليا غير المراو ودير داكشي اللي يريح قلبك. هنا ذكرتو بالشي اللي قلت ليه ملي كنت عندهم، قلت ليه على ماشي هذا هو نفس الكلام اللي قلت لكم ديك الليله، قلت لكم فوتو غير مرتي وانا ندير ما بغيتو، نعترف بالشي اللي بغيتو نتوما. حضر راسو وهو يسكت، قلت له دوي هالكلب مالك سكتي؟ ماشي عييت ما نزاوق ونطلب ونرغب ونبوس تحت الرجلين باش غير تلقاو مرتي تمشي عند بنتها؟ دوي هالكيدار مالك ساكت؟ شفتي شنو صنعتو؟ صنعتو مجرم ما تعرف لا شفقة ولا رحمة، واللي تغول من صين فلوحوش الا ما قصيت لحمكم ما كان ارتاح، واللي كان عدب باش ما نتعدب رديتوني قزار مختص في لحم البشر، واللي كان تمدخ غير البنة اللي في لحمكم. تلاليك الكلام الكلب، اصلا ما عد تصيلتك ما تقول قدامي. نسيت ما باركت ليك الزواج، عرفتي شنو؟ باش نكونوا متعادلين، داك الشي اللي وقع لمرتي ديك الليلة غيوقع لمرتك هاد الليلة. هنا نتقبل عليه طريه ليه وقال لي الله يرحم لك المعز عليك لا ما غير فوت مراتي، راني قبالتك كان نلفظ آخر أنفاسي، طلبي الخر هو تعفو على مرتي، راك جربتي مرارت داك الشي اللي طرافيك. قلت له علاه حتى المجرم عدو حق يدوي هو في الدين قابض الروح؟ راني بغيتك تعذب الكلب قبل ما تموت، وبغيتك نيت تحس بالضمير اللي غاب على الكسايد ديالكم نهار بغيتو انا يكون الحرام. باقي حتى ما كملت كلامي معاه هو يشهق شقا وحده وهو يموت. تخورت في هادي حق الرب، شدني بالجماعه ود الحرام وما داقش من داكشي اللي دقت. كنت باغي غير نعذبو نفسيا باللي راني غنتكرفص على مرتو، اما راني ما عدتي ما ندير بيها، حسابي معاه هو مرتو لاش. وهنا جمعت الوقفه وشخشخت كاع المرايات اللي عدو في الدار كيف ما درت في الدار دلوطفي، غير هاد المره ما خليت حتى ميساج. طرقت الباب ورايا وزدت في حالي، فبكى حزين مني ليك امراتي والضيم ضايم ليك بنتي، همومي ليلتها سودة وشمسي كتشرق في النهار كلها نار وجمرها حار، قلبي شاكي ليك يا ربي لا ما غير سمح لي على الشي اللي كتحققو ذاتي، سمح لي يا ربي راني داير شرع يدي وكنتصرف في اللي خلقتي، يا ربي لا ما غير سمح لي. هنا نوقفوا اخوتي تال البارت الماجية ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على تفاعلكم، لا مع القصص ولا مع المبادرة اللي مازال كاينة. شكرا لكم بزاف اخوتي.
هذا مكان العشران. تالله.